يعني تعرض المناضل والرفيق يعني حمادي بلاوي للاعتقال التأسفي أثناء يعني القيام بالوقفة التضامنية مع ساكنة الدار البيضاء كمحامي وكعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت بولاية الأمن يعني تسولت على الوجود من داخل المؤسسة يعني بعد اتصالات يعني متعددة يعني خبروني بأنه ما كيتواجدش من داخل هذه ولاية الأمن. انتقلت كذلك للدائرة الثالثة ما كيتواجدش من داخلها يعني بعد تردد يعني المسؤولين يعني نفوا وجوده في حين أنني يعني بعد انتظار طويل يعني وبعد مرور يعني اعتقاله منذ 6:30 مساء إلى حدود الساعة 10:30 يعني بعد اعتقال دام لأربعة ساعات بعد ما تم إطلاق سراح ديالو وصرح بأنه تعرض للتعذيب الجسدي والمعنوي بألفاظ حاطة من الكرامة ويعني وأسئلة يعني لا دخل لها يعني بارتكابه لأي فعل مجرم قانونا سوى تضامنه مع السكان وكذلك أخذوا لي كلمة اللي صرح من خلالها المعاناة اللي كيتعرض لها من داخل العمل ديالو من خلال المندوبة المسؤولة على الصحة في مكان العمل ديالو. وبالتالي كنعتبروا كجمعية حقوقية وكدفاع بأن هذا الاعتقال هو اعتقال تأسفي وتحكمي وبأن التعذيب اللي تعرض عليه يجب أن يتم فتح تحقيق حول ما صرح به المناضل حمادي وبالتالي فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين على التعذيب وعلى هذا الاعتقال غير خاضع للعقاب.